أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. مع الاستخدام الكثير يا جماعة وعمل أشياء بنحطها في خلاط الكويكي أو الخلاطات عموما، السكينة دي بتتلم، الحد القاطع ده بيتاكل، ما بيبقاش حد بالدرجة إن هو مجرد ما تلف كده تروح قطعاه، لازم تلف كذا مرة وممكن تفعص الحاجة بدل ما تقطعها قطع. طيب دي نعمل لها ايه؟ طبعا لازم نعالجها كل فترة، نوديها لواحد يسنها او احنا نتعلم من طريقة السن اللي انا هوريها لكم دلوقتي بالطريقة دي. بقيت حتة صنفرة كده يا جماعة، صنفرة عادية كده حوالي 150 في الاول. اول حاجة يا جماعة نبص كده لو فيها عضعضة في السنون دي، مثلا دخل فيها حاجة صلب حاجة كذا فحصل فيها ان هي جرحت او السن الجرح، فهنجيب كده يا جماعة لفقة كده ونحاول ايه يا جماعة نسن الحد الفوقاني. انا لسه ما كملش يا جماعة او كده، وهنا في زي ما تقول في سطة كده اهي كده برضو نفس الحكاية، نحاول ايه نلغيها او كده يا جماعة، نحاول نخلي على قد ما نقدر السطح الخارجي ده، طبعا ده مستقيم اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو كده، نحاول ناكل ايه اهو كده. طبعا انا بعمل في خط مستقيم يا جماعة، لو حطيناه على خشبة كده اهو، مثلا نجيب خشبة زي دي كده اهو مثلا كده ونثبتها فيه اهو كده، ونحاول وتكون في وضع مستقيم، ونحاول ايه نعمل الجزء اللي هو الفوقاني. انا لسه ما سنتش يا جماعة، انا دلوقتي بجهزها قبل السن. لو فيها حاجات مع عضعضة زي ما احنا بنقول كده، او في كسورات فيها زي ما احنا شايفين كده، حتة مكسورة مثلا نسويها اهو، بصوا يا جماعة من فوق، والناحية التانية نفس الحكاية كده اهو، نحطها على الصنفرة المستقيمة دي. دي يا جماعة زي ما قلت 150 درجة سنها 150، بس مش دي اللي هنسن بيها يا جماعة، ده انا دلوقتي بجهزها وبعملها اهو كده يا جماعة. بصوا اهو، انا نسيت اوريها لكم الاول، بصوا يا جماعة يعني بصوا يعني مش حامية قوي، بس اكيد وانا بعملها دلوقتي اتسنت، لان انا برضو سنيت من هنا، بس مش ده يا جماعة النهائي، ده انا كده عملتها. الخطوة التانية هقول لكم عليها بعد كده يا جماعة. هجيب حتة خشبة زي كده مستقيمة اهي، وهعملها هنا كده مثلا يعني اهو كده اهو يا جماعة، قطعتها بنفس الحجم كده اهو اهو من جميع الجهات اهو 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 كده يا جماعة اهو اكمل فيها وارجع لكم. خلاص كده يا جماعة، هنجيب بقى ايه حتة الايه الصنفرة اهو كده، و كده يا جماعة من اربع اطراف كده اهو كده، وهنجيب دي كده اهو دي اهو، ونسيبها يا جماعة شوية لحد ما تمسك في بعض واقول لكم نعمل بيها ايه. خلاص يا جماعة كده عملناها على الخشب اهو، بعد كده نجيب دي كده وزي ما احنا شايفين الشطف ده، ونجيبها كده على الشطف في اتجاه من الناحية دي كده لهنا كده، عشان انا عايز ايه وبالراحة يا جماعة، عشان انا مش عايز اسخن ايه الجزء الحديدي دوت اهو كده. بص يا جماعة اهو الصنفرة دي 1000 يا جماعة، الصنفرة دي 1000 كده للخارج يا جماعة اهو، في اتجاه واحد من هنا لهنا
بدال السن كويس وما فيهوش عضعضه مش هعمل كده. لا ده انا دي خلاص انا بجهزها ان هي ايه للنهائي، النهائي بتاعها او كده. بعد كده يا جماعه هتبقى زي الموس، هتقطع معايا الحاجه بعد ما كانت الاول ما بتقطعش بحالتها الطبيعيه. طبعا البصل بدل ما هتقطعه هتعصره، اما دلوقتي هتخلي البصل يتقطع على هيئه شرايط. طبعا هنتاكد من ايه، ان نشوف في رايش كده ولا لا يا جماعه. مفيش رايش اهو، اهو كده يا جماعه للخارج، خارج السن كده كده. الناحيه الثانيه يا جماعه هنشوف كده برضو اهو، اهو كده اهو للخارج يا جماعه، من الداخل للخارج، من الداخل للخارج زي ما احنا شايفين كده اهو. نجرب كده الاول ونشوف اهو. طبعا هنخلي الصنفاره دي ممكن نسن بيها سكاكين برضو عاديه اهو كده يا جماعه. الصنفاره دي نعمل زي ما قلت 1000 اهي. نجرب كده، بسم الله اهو كده يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده يا جماعه. بصوا قطعت ازاي اهي، اهو اهي اهو تاني. ونكمل فيها برضو تاني علشان ايه تبقى اشد حديه لحد ما نطمن ان هي 100 100. خلاص يا جماعه عملناها شويه تاني ونجرب بقى كده، بسم الله اهو كده يا جماعه اهي اهي اتقطعت اهي اهي تاني اهي. طبعا ده بلاستيك غير طبعا البصل ومثلا واي حاجه تاني اهي اهي يا جماعه كده اهي. ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده، وممكن تواصل تاني في سنها تاني لو هي مش عاجباك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.